عايشيت أو خلينا نقول ملهمة. قصتي بدأت الحفيدة الأولى والبنت الأولى لبيت مصلي عراقي. الفرحة مالتهم كانت كلش قوية، لكن بعمر 6 أيام وهذا كلام والدتي لاحظت أنه الجزء اليسار بظهري شوية أعلى من اليمين، فأخذتني حتى تتأكد يعني من الدكتور، قالها آية ما بيها شيء، عدها خلع ولادي، التشخيص المعتاد لأغلب أطفال. يعني عملوا لي تمارين وغيرها، لكن اللي صار أنه تأخرت لي عمر 4 سنين لحد ما قدرت أخطي أول خطواتي. وقتها والدتي سألت الدكتور سؤال، قالت لي الدكتور آية راح تعاني من أي مرض إذا كبرت؟ قال لها بالحرف أزدت القلم وما أصير دكتور بعد إذا آية عانت من أي شيء إذا كبرت. طمنوا أهلي والبنت بدأت تروح للمدرسة، أول مشوار للمدرسة ما بين بيتي والمدرسة مسافة كلش قليلة، بس أنا قعدت يم الجامعة وقعدت يم أبو الماركت، نبضات قلبي متضاربة، نفسي كلش مو قادر أخذ النفس، كبرت أكثر، بديت قلاص المي ما أقدر أجيبه إلي، لحد الآن رحت لأكثر من دولة، لحد الآن ماكو أي تشخيص غير إنه عندها خلع وعندها مشكلة بسيطة برجلها. صارت نقطة التحول سادس إعدادي، الطب العام حلمي، أريد أكون طبيبة أعصاب. بامتحان الأحياء الساعة 4 الفجر كملت مراجعة، فقلت خلي أخفى بعد وقت، غفيت، بس لما صحيت ما أقدر أرفع جفن عيني. الدكتور نظر الوالدي نظرة ونظر لي وقال لي آية شلون صار لك عايشة 18 سنة؟ آية أنت مصابة بمرض اسمه الجنف، انحراف بالعمود الفقري، وحالياً الحبل الشوكي مالتش انسحب واللف حول العمود الفقري. أنت لازم فوراً تسافرين وأنت حالياً مقعدة. طلعت من العناية، حاولت أخطي أول خطواتي، اتخذ الأمر وقت لما رجعت للعراق، فقدت وزني صار 42 يمكن. أول ما رجعت للعراق كان عندي شغلتين، السادس اللي لازم أكمله وحلمي، الشغلة الثانية شو ممكن أصل للناس؟ سوشيال ميديا أسرع شيء ممكن يوصل للناس. فنزلت بوست بوقتها حكيت بيه عن مرض الجنف، فتحت صفحة سميتها ملهمة. ليش ملهمة؟ لأن أكو ناس ألهموني قبل، أكو ناس وقفوني على حيلي قبل، فممكن أني ممكن مع السنين ألهم غيري، ممكن. آية شيد الملهمة الحدباء، يعني صراحة ما يسعنا وراء هذا الكلام وراء هالقصة اللي قلتيها، بس نقدم لك شكرنا وامتناننا على هاي القصة الملهمة اللي يعني احنا ككادر ألهمتنا، ومتأكد أي واحد يعني قاعد دي شاهد التلفاز راح جلده يكزبر ويصير نفس الإحساس اللي صار عندنا. شكرا لك، شكرا لـ MBC عراق على هاي الفرصة، على تسليط الضوء على قصص النجاح الموجودة داخل مدينتنا، اللي فعلا مدينتنا عانت وأبطال بها كثير. شكرا لكم. شكرا جزيلا. احنا عندنا فد هدية بسيطة نقدمها للمبدعين والملهمين والقصص اللي احنا نفتخر بها كعراقيين، اللي هو درع الإبداع، درع برنامج بين اهلنا قناة MBC العراق. شكرا استاذ طارق، شكرا لكم. وهذا مطلب الذهب وما يستاهل الذهب الا الذهب. الله يخليكم ويسلمكم يا رب. رمضان كريم على الكل. رمضان كريم عليكم. شكرا جزيلا. شكرا لك.